دايما بقول لكم البيج بتاعتي فيسبوك انستجرام امنية طاهر، عندكم اي سؤال يخص الشعر البشرة بعتولي، والفقرة دي كده لطيفة ولذيذة بحاول كده فيها ان انا ارد على كل الاسئلة، والسؤال بيستفيد منه ناس كتير جدا. نبتدي بقى ناخد اول سؤال دلوقتي. شعر بنتي مقصف وفي موجة، نفسها يبقى ناعم، اعمل ايه؟ جربت لها حاجات كتير وما ينفعش، اعمل ايه؟ احنا المشكلة ان احنا بنفكر دايما كده زمان، وحطينا دايما الفكرة دي في الاطفال وبنقيسها على الكبار كمان، ان الشعر الناعم هو ده الشعر الصحي. عمر الشعر الناعم المفروض هو ده مش دليل خالص ان ده شعر صحي. ممكن يكون ناعم مفروض بس مقصف، ممكن يكون ناعم ومفروض بس في تساقط كتير جدا، فدي مشاكل كتير ملهاش علاقه بالشعر المموج او شعر مفروض. شعرها المموج دي طبيعه شعرها، بالعكس انت حاولي انت دايما تعملي حمامات زيوت تخلي شعرها صحي ويكون بيلمع بس بشكله الكيرلي. اوعي تستخدمي حاجات فرد خصوصا ان هي طفله، يعني انت بتقولي بنوته صغيره، فاوعي تبوظ لها شعرها بحاجات في فرد او حاجات كيميكالز ما تضر شعرها اكتر من ان هي انت فاكره ان هو هيبقى مفرود. استخدمي دايما الزيوت اللي تخليه ناعم شكله صحي بيلمع يطول، اهم بكتير جدا من ان هو يكون مفرود. وعايزه اقول لك بجد ان شعر الكيرلي حلو جدا، بيبقى على البنات حلو قوي، بس ازاي احنا نتعلم كامهات ازاي نقدر نهتم بيه نحافظ عليه نستخدم له الحاجات اللي هو محتاجها. استخدمي دايما سيرم بعد الشاور بحيث انك تقدري تعملي لها كيرلي ويكون شكله حلو وما فيهوش هيشان وتقصف. هو في طبعا اسئله كتير جدا بس احنا دايما بيبقى وقت الفقره قليل، فبقيت الاسئله هحاول ارد عليها بعد الهوا على طول على البيج. نطلع فوق.